عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. أما الآن مشاهدينا موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان الحصان والسياسة يكتب الدكتور محمد كمال في عدد الاثنين من المصري اليوم عن المنظومة التعليمية الجديدة التي يقودها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مطالبا منه بالنظر إلى التجربة الهندية في التعليم باختيار الطلاب المتميزين وتطبيق أفكاره الإصلاحية عليهم ووضع كل الإمكانيات عليهم لينتج بذلك نخبة قادرة ومؤهلة لخدمة نهضة مصر. مهندس مروان، برجع على حضرتك مرة أخرى، إلى أي مدى تتفق مع هذه الفكرة وهي محاكاة تطبيق الطريقة الهندية ربما في مصر؟ ربما خلينا نتكلم بس في مغزى اللي قاله دكتور محمد، يمكن هو صديق عزيز، ولكن احنا اللي أنا شايفه أو اللي أنا أراه من تصرفات السيد وزير التربية والتعليم السيد طارق شوقي إن هو شغال بشكل أفقي، هو بيتكلم على كل مدارس مصر، بيتكلم على تغيير شامل في جميع المناهج، بيتكلم الى هذه اللحظه على وجود تابلت وعليه بعض المعلومات، على ربط بشبكه معلومات الدوليه، على امور كثيره جدا بيتكلم عليها على الاجمالي. دكتور محمد بيتكلم على تجربه اخرى، ان انا ليه ما عملش تركيز في بعض الاماكن، لنفرض يبقى مثلا في مصر في 355 مركز ومدينه وقسم، مثلا كل واحده فيهم فيها مدرسه للمتفوقين بيتم الاستثمار فيها بشكل واسع جدا، سواء من خلال مناهج، سواء من خلال ادوات، سواء من خلال كل شيء، حتى افضل مستمر في تجهيز وبعث نخبه قويه قادره وبلبه وتنميتها مع الوقت. و352 لما نضرب في العدد هنلاقي عدد مناسب ان هو يقدروا يمسكوا المناصب القياديه الكبرى، يبقى ليهم اولويه في تعيينات في المناصب الحساسه، امور كثيره جدا. فالشغل راسي ان انا اركز على مجموعات قليله، ربما فانا يمكن اعتقد ان فات الاوان، ان انا ما ينفعش اشتغل راسي مع افقي، لابد ساعتها توفير ميزانيات رهيبه جدا. والسيد وزير التعليم اتكلم ان هو تم قدر يوفر ميزانيات كبيره ان هو يشتغل على كل المدارس مره واحده. فهو ده اسلوب اتبع في الهند ويمكن نجحوا فيه، والهند نجحت في حاجات كتير مش التعليم بس. السيد طارق شوقي الى هذه اللحظه نحن في انتظار نتائج ما بداوا في هذا العام. لن تظهر النتائج في الترم الاولاني، الترم الثاني، السنه الجايه، ننتظر ان هي تكون النتائج قريبه، لان كثير من المصريين، وخلينا نكلمه ونهمس في اذنه، كثير من المصريين الى هذه اللحظه لم يستشعروا كفايه ان هناك نهضه كبيره بتحصل في التعليم او تطوير كبير في التعليم. ربما في حاجات محتاجين نراجعها، ربما نشتغل زي بعض المدارس زي ما دكتور محمد بيقترح على فكره ان احنا نشتغل راسي على بعض الطلاب وعلى بعض المدارس، ولكن نهايه لا يوجد دوله قويه ولا يوجد دوله تستطيع البقاء بدون شعب قادر على حمايتها وقادر على تنميتها وقادر على الحفاظ عليها. فالتعليم ده لا يمكن في لحظه من اللحظات ان احنا نعتبره حاجه ثانويه، لو احنا عاوزين نبقى دوله كبيره ودوله قادره التعليم والصحه لازم يتحطوا في اولويه الاولاد في هذه اللحظات.